حياكم من جديد مشاهدينا، وإلى أخبار اليوم. أول خبر معنا لاختراع جميل صراحة، يقولوا إضاءات صديقة للبيئة. صمم بريطاني قام بتنفيذ فكرة إضاءات من عدسات نظارات معاد تدويرها، حيث قام بتجميع 200 عدسة كانت ستلقى وحولها إلى أضواء ملفت على شكل كرات معلقة ومصابيح زهور وأشكال مختلفة. صراحة جميل جدا، حلو لما يكون المصمم مبتكر ومبدع ويفكر خارج الصندوق. شوفوا كيف 200 عدسة سوى منها أشكال، يعني هذه العدسات كانت حترمي، في النهاية هو أخذها بطريقة جميلة ونفذها بتفاصيل وتصاميم قمة في الروعة. صراحة شيء جميل، وممكن تكون ملهمة لكثير من المصممين والمصممات في هذا المجال. خلونا نروح لخبر غريب نوعا ما، مطاردة البط بالسيارة. طبعا وسط دهشة الزوار ورعب الأطفال، اقتحم أحد الأشخاص في بريطانيا بحيرة بط داخل إحدى الحدائق بسيارته قبل أن تلقي السلطات القبض عليه للتحقيق في الدافع وراء فعلته. صراحة أنا جاني فضول أعرف يعني إيش السبب تتوقعوا؟ ما أتوقع أنه كان يبي يصيد بط أبدا. يعني شوفوا، إذا كان بيصيد بط كان نزل برجله ما دخل بالسيارة، ولكن الموضوع شكله تحدي عشان فيديو لمواقع التواصل الاجتماعي، نحن ما نحط بذمتنا شيء، لكن يا خبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش راح يكون أكيد. إلى أيضا من بريطانيا إلى أمريكا، وأمريكي يصبح من المشاهير لسبب غريب جدا. فعلا حقق هذا الشاب الأمريكي شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بمواصلة التعبير عن احتجاجاته على عاداته اليومية أو على عادات يومية يعتبرها بنظرة أنها سيئة ومزعجة، مستخدما شارات بسيطة من ورق الكرتون، وبات دودي يمثل الرمز، اسمه دودي طلع يا جماعة، حيث يتابع أكثر من 7.3 مليون عبر تطبيق الانستغرام، ويتفاعلون أيضا مع احتجاجاته اليومية. ما بقي شيء يا جماعة في الدنيا محتاج عليه، كل العادات بنظرة سيئة ومزعجة. أنا ما أشرح عليه أبدا، هو عادي أي شخص ممكن يقول وجهة نظره، يعبر عن الأشياء اللي تزعجه في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن أشرع الناس اللي تتابعه وصلتها لـ 7 مليون متابع عبر انستغرام. ما أقول إلا حظوظ، والله حظوظ يا حظوظ. من يتذكر ذي الأغنية؟ خلينا نروح لفكرة في تايلاند. مرة عجبتني هذه الفكرة فعلا، وأتمنى من كل قلبي أن هذه الفكرة تطبق في جميع أنحاء العالم. منتزه يعيد القمامة للسياح، وانتم بكرامة. هذا المنتزه اسمه خاوياي الوطني في تايلاند، يحذر أو يقول أنه يحذر أثناء السياح أثناء تواجدهم في أرجاء الحديقة الطبيعية، إذ قررت السلطات رصد كل من يرمي القمامة وانت بكرامة بإهمال وتعبئتها وإرسالها إلى منزله عبر البريد. صراحة حبيت الفكرة، يعني أي شخص أو أي سائح يزور هذه الحديقة أول ما يدخل لازم يسجل بياناته ومكان سكنه قبل الدخول، بعد ما يدخل في كاميرات راح ترصد كل هذه المخالفات. يعني كل شخص هو ماسك قارورة موية، هو ماشي رمى القارورة في الأرض، راح ترصد هذه الكاميرا المخالفة، وراح يشيلوا الحراس كل الأغراض اللي رماها في الحديقة ويرسلوها إلى بيته عبر البريد. يعني يمكن أتوقع هذا الحل الوحيد ليكون مع كل مهمل ممكن يقوم بمثل هذه الأمور في الحدائق العامة. صراحة حبيت، أتمنى فعلا النظر في هذا الخبر، وأتمنى بإذن الله أنه يطبق بإذن الله. هذه كانت أخبارنا اليوم مشاهدينا.